ضربة حرة مباشرة إذا ملعوبة داخل منطقة الجزاء، دخل المرمى، العارضة تتصدى. إذا محاولة نصراوية خطيرة جدا، عارضة المرمى تصدت لها. طلال المشعل بكرة يسارية على طول في عارضة حارس المرمى الشبابي سعيد الحربي. هذه المخالفة الشبابية الأخيرة، ربما سنشهد الإعادة بالبطيء الآن، والكرة لطلال المشعل. شوف طلال فيها سريع على طول في عارضة سعيد الحربي، أخطر فرصة في المباراة على الإطلاق من جانبي الفريق النصراوي كانت على المرمى الشبابي.